دلوقتي جه ميعادنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده، ومنها معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزاره الاتصالات هينظم دوره حول توفير الطاقه في مجال تكنولوجيا المعلومات. النهارده ايضا هتستمر اعمال القوافل الطبيه اللي موجوده في محافظات الجيزه والقليوبيه واسيوط والبحر الاحمر. كمان النهارده في اربع مباريات قويه في اطار الجوله السادسه للدوري المصري الممتاز لكره القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فمعهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات هينظم ندوة مجانية حول توفير الطاقة في مجال تكنولوجيا المعلومات. النهاردة هتستمر القوافل الطبية الأربعة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة في محافظات الجيزة والقليوبية وأسيوط والبحر الأحمر، وده لإجراء الكشف الطبي وتقديم العلاج مجاناً في التخصصات الطبية المختلفة. كمان النهاردة هتشهد سماء مكة المكرمة تعامد القمر الأحدب المتزايد على الكعبة المشرفة، وده هيكون الساعة 11 و6 دقايق مساءً، وهيكون القمر على ارتفاع 89.5 درجة فوق أفق مكة ومضاء بنسبة 98.3%. بالنسبة لماتشات الدوري المصري، النهاردة في أربع مباريات قوية في إطار الجولة السادسة، هيلتقي فاركو مع الداخلية الساعة 3:15، في نفس التوقيت هيلتقي بيراميدز مع المقاولين العرب، وكمان هيلتقي الأهلي مع غزل المحلة الساعة 5، وطلائع الجيش مع الزمالك الساعة 7 بالليل.